جينا لتاني لعبة الترابيزة وهنشوف بقى الأستاذة أيلا والأستاذ تميم مين أكبر أكبر كور يعني هتخش في الكوبايات اللي قدامهم. جاهزين؟ جاهزين. يلا ريدي ستيدي جو. نبتدي على الله. في واحدة دخلت عند تميم. برافو يا تيمو. ماشي بالراحة بالراحة يا أيلا. برافو. أيوه كانت هتيجي بالراحة بقى مش قوي فاهمة؟ أه كانت هتيجي حالا. يلا جربوا. برافو يا تيمو. تاني واحدة عند تميم. ماشي يلا برافو. يلا يا أي تالت واحدة عند تميم. فاضل لك واحدة يا تيمو. اعمليها بالراحة شوية يا أيلا. أيوة أه كانت هتيجي بالراحة بقى سنة أقوى. أيوة ها أه. أنت خلصت بس حملت تلات كوبايات. ها يلا كانت هتيجي. يلا يا أيلولي ماشي كانت هتيجي برضو. اه خلصت. ماشي يبقى كده الاستاذ تميم هو اللي كسب معانا برضو ولسه الفريق الاصفر مكمل انبهرار. تعالوا نشوف هنعمل ايه في اللعبه اللي جايه على طول.